بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي أوسطها الرحمة وفي آخرها البركة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا ومرحبا بالوجوه النيرة الراكعة الساجدة القانتة في هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد أهل السنة والجماعة بمنطقة المعادي وحدائقها، في هذه الليلة المباركة والتي نحتسبها عند الله تعالى، تحفنا فيها الملائكة وتغشانا الرحمات، ونسأل الله أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أيها الأحبة، سلك مسجد أهل السنة والجماعة في ندواته ومحاضراته الأخيرة مسلك الدفاع عن السنة والتصدي لمن يقترب من السنة، فمن أحيا سنة فقد أخمد بدعة، ومن أحيا بدعة فقد عطل سنة. وليس بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخطر ما يحيك وما تواجهه السنة الخطر الدفين والخطر المخبوء المزعوم بالشيعة. وكانت لنا سلسلة محاضرات حضرنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قرشي حفظه الله وبارك فيه، ثم تقدمنا بالدعوة لضيف الليلة الأستاذ الدكتور محمود شعبان الداعية المعروف والأستاذ بجامعة الأزهر، وحقيقة وجدت منه كل ترحيب فما تردد في قبول الدعوة، وهذا شأن المسلم، بل هو شأن العالم، بل هو شأن كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعيتم فلبوا. فما تردد عالمنا وما توانى بل أجاب الدعوة، أشكر له هذا، فالنبي قد علمنا لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أشكر له تلبية الدعوة، وأشكر له أن جاء رغم كثرة ضيق وقته وازدحام مواعيده، أسأل الله أن يبارك فيه. وأشكر لكم أن دعوناكم فلبيتم وجئتم، أسأل الله أن يجعلها جلسة طيبة مباركة، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، إنه نعم المولى ونعم النصير. يتقدم بالحديث الأستاذ الدكتور محمود شعبان حفظه الله وبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل أن أبدأ أشكر لفضيلة الشيخ هذه المقدمة الطيبة، وأحذره من إطراء أحد، فلسنا أهل علم. كلمة عالم كلمة كبيرة، نحن نتمنى من الله أن نبعث طلبة علم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل للعالم، فما بالك بطويل بعلم صغير. فجزاه الله خيرا، وأتمنى ألا يعود إلى مثل هذا. الثانية، لا مش تواضع، والله هي حقيقة، لسنا علماء، ومن قال ذلك فهو أعمى لا يرى. لما تقول لي دلوقتي عالم، امال هتقول له فلان وعلان ايه؟ نحن نراك كبيرا يا دكتور. اللهم اجعلني في عين الناس كبيرا وفي عيني صغيرا. لا لا، احنا لسه عيال صغيرين، نسأل الله ان يميتنا على ذلك ان شاء الله. تواضع منك. الله يعزك. الثانية، هو قال لي بالراحة قبل ما ابدا، وقال لي على البارد يعني بالراحه، فالراجل خايف عليكم يعني، فانا هاخد نصيحته. لا لازم تفتحني يعني، انت فوتنا الاولاني. انا قلت له كنت قبل الثوره ارحل الى المسجد فيغلق، فقلت له او يحبس المسؤولون عن المسجد، فان شاء الله نتمنى ان لا يحدث شيء من هذا باذن الله عز وجل. طبعا كان في نيتي ان تكون اللقاءات بعنوان عقيدتنا خط احمر، فهي سلسله حاميه شويه، وهو قال لي على البارد، فحولنا اللقاء ليكون بعنوان الشيعة الخطر الحقيقي. كان لي محاضرات في قناة الحكمة، مش نور الحكمة، الحكمة، بعنوان الخطر القادم الشيعة. ده كان زمان، كان الخطر القادم، دلوقتي الواقع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد حدث أمر خطير، وهو أن مصر تركها إخوانها العرب، وأن إيران بدأت تمد يد العون في الظاهر اقتصاديا لمصر، فأذن بدخول الإيرانيين الشيعة الإمامية إلى مصر تحت مسمى السياحة. وخطر الشيعة قديم من قبل الثورة، والشيعة لهم أطماع في مصر. إن شاء الله سيكون لنا لقاء إن أحيانا الله هنا أو في مسجد الخليل حسب ما ييسر الله، بالرد على الدعاوى الفارغة الآتي: أن الأزمة أزمة اقتصادية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سياحة، وأن إخواننا العرب باعونا، وأننا في حاجة ماسة إلى الدعم والعون، وأنها من باب الضرورة، وأن الشيعة يملؤون الخليج وما تشيع الخليج، وأن الشيعة حكموا مصر أكثر من قرنين وما تشيعت مصر، وأن الشيعة يمدون لنا يد العون حبا في الإخوان وليس رغبة في نشر المذهب. كل هذه ضلالات رددنا عليها في محاضرتين، لكن أنا أريد أن أتحدث في علم ينبني عليه خوف ليتبعه عمل. أقولها ثانية، أريد أن أتحدث في علم تعلم عني شيئا فتدرك خطورة الموقف، فبعد إدراكك الخطورة تعمل. لماذا؟ لدفع الخطر عن بلدك ودينك ومعتقدك. فأعيروني القلوب والأسماع بعد توحيد الله. الشيعة خطر حقيقي، وأطماعهم في مصر واضحة. يكفيك أن تعلم أن مصر عند الشيعة من حيث القداسة والعظمة مقدمة على لبنان وإيران وسوريا.
والخليج. مصر في الفكر والمعتقد الشيعي أهم وأعظم وأقدس من كل هذه الأماكن. لا يتقدم مصر في العظمة والقداسة إلا العراق. يبقى رقم واحد عند الشيعة إيه؟ العراق. رقم اثنين مصر. ليه؟ لمقابر أهل البيت التي تملأ مصر. لا وجود لمثل هذا في إيران. مصر أقدس عند الشيعة من إيران، ويموتون وتعود مصر إلى ربقتهم، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل ذلك. ومع ذلك الخطورة في الدين والمعتقد، قلت قبل وأنكر علي وما زلت أكرر، الشيعة أخطر من اليهود والنصارى على الإسلام. لما؟ لأن اليهودية إذا كلمك في دين قلقت ودفعت الكلام معه، وكذا النصراني يكلمك في دين تقلق منه، صح؟ عارف إن هو يريد أن يصرفك عن دينك إلى دينه، صح؟ أما الشيعي فيبدأ معك خطورته بالآتي، يقول لك أنا مسلم ومحب بالله وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، جميل، وأنا أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جميل. الكلام ده ممكن نختلف عليه؟ الكلام ده مفتاح حلو ولا مفتاح وحش؟ يجيبك ولا ما يجيبكش؟ يجيبك. وأحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظلموا وأنا أكره الذين ظلموه. إيه رأيك؟ أدي أول حفر. السلمة الأولانية سليمة مش مزحلقة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلمة الثانية سليمة، اللي هي أحب آل بيت النبي. وانت بتحبهم؟ وانا بحبهم؟ نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نرى حبهم دينا ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نغالي فيهم، لا نغالي فيهم، ولا نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. جميل. ادي سلمتين سلام. السلمه الجايه مزحلقه تنزلك على البدروم في جهنم، ولكني ارى ان آل بيت النبي ظلموا واكره من ظلمهم. من ظلمهم يا اخي؟ اناس تحبونهم وتعظمونهم، ابو بكر وعمر وعثمان. ده المدخل الأخير. المدخل الأولاني والثاني سليم، سليم. أنا بقول لك ده المدخل، بيقول لك أنا بحب آل بيت النبي وأنت بتحب آل بيت النبي، لكن في ناس ظلمتهم وأنا بكره اللي ظلمهم، وهيجيب لك من الكتاب والسنة لأنك مش فاهم إن الناس دي ظلمت آل بيت النبي. مدخل بيقول لك أبو بكر وعمر ظلموا فاطمة، وظلموا عليا حقه، وظلموا آل البيت حقهم، وعند الدليل من الكتاب والسنة. هيجيب لك آية وحديث. أنا ناظرت الشيعة أكثر من مرة. المناظرة الأولى كانت مع حسن الله ياري في قناة أهل البيت، اتصل بي معده يقول لي بالنص، وسجل المكالمة وأذاعها على الهواء. الشيخ حسن بيتحداك يا محمود يا شعبان في مناظرة بعنوان إثبات كفر أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة من الكتاب والسنة. منين يا عم الحاج؟ انت بتقول لي ده معتقده، هو عاوز يقنعك بمعتقده من الكتاب والسنة. المناظرة الثانية كانت بعنوان إثبات كفر أبي بكر وعمر وخلودهما في النار من الكتاب والسنة، من سنة النبي، على رأسها صحيح البخاري.
هجيب لك نصوص من البخاري. لو انت مش فاهم ومش طالب علم وملكش شيخ سألته علمك هتقع. وهديك مثال النهاردة، وحد الله. المناظرة التانية هديك الملخص، بيقولك ثبت في كتبكم البخاري وأحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها يغضبني ما يغضبها. ثبت أن من أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أغضب الله، ومن أغضب الله فهو في النار. متفقون؟ في حد ينكر الكلام ده؟ موجود في صحيح البخاري، موجود عند أحمد، وموجود عند الطبراني، وبعضه عند أبي داود، وبعضه عند ابن أبي شيبة، وبعضه عند عبد الرزاق في مصنفه. دي كتب أهل السنة ولا كتب شيعة؟ أهل السنة. أدي أول نص القاعدة الأول، نص الفرية الأول. اللي غضب فاطمة يبقى غضب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واللي غضب النبي يبقى غضب مين؟ ربنا. واللي غضب ربنا يبقى فين؟ متفقون؟ قال لك فإن رجعت إلى البخاري فوجدت فاطمة غضبت على أبي بكر وعمر. يبقى أبو بكر وعمر فين؟ على كلامه، على دعواه الفارغة، يبقى أبو بكر وعمر فين؟ طب رجعت لقيت الكلام ده موجود فعلا في البخاري ومسلم. أقول لك النص، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أمر الأمة من بعده أبو بكر، فجاءته فاطمة تطلب إرثها في أبيها فمنعها وقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما شئت، لكني سمعت أباك صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث، كلاهما صحيح، ما ترك ركناه صدقة، فغضبت فاطمة على أبي بكر. غضبت. إيه رأيك؟ اصحى معايا الله يكرمك. أنا بقول لك ده عشان تدرك خطورة الموقف. أنت تسألت مش عارف تجاوب، هتسأل شيخ فاهمك الشيخ، رجعت للصح. انت تسألت وما رجعتش لشيخ ممكن تضل. انت سألت ورجعت لشيخ مش فاهم، تايواني او صيني، في ولا مفيش؟ ضيعت انت وهو. في خطورة. هل كل واحد تطلق امامه فرية هيروح يسأل وهيروح يرى وكل واحد يرى هيوصل للحق، ولا ممكن تضيع؟ ممكن تضيع. اسمع النص الاولاني، متفقين ان اللي غضب فاطمة يبقى غضب النبي، والنص على ذلك في صحيح البخاري. واللي غضب النبي يبقى غضب ربنا، واللي غضب ربنا يبقى فين؟ في النار. طب في صحيح البخاري ومسلم ان فاطمة غضبت على ابي بكر، ايه رأيك؟ رد. ادي فرية يهاجمك من كتبك، يراهن على عدم فهمك لدينك. مين فيكم بيروح يفتح المصحف وتقف قدامه كلمة يروح جايب كتاب تفسير يقرأ؟ مين منكم بيقرأ صحيح البخاري وبعد ما يقرأ صحيح البخاري يسأل عن تفسير اللي قرأه؟ مين منكم بيقرأ كتب السنة أو كتب التفسير ولما يقف يجي يسأل شيخ؟ كم واحد فينا في مجموعنا ينتهج هذا النهج؟ ده دروس العلم اللي انت بتاخد فيها علم على الشرب. العلم اللي انت بتشربه ده من الشيخ الطبخ قبل كده. الشيخ قرا وذاكر وتعلم وقعد تحت رجل مشايخ وقعد يحضر وجاي يديك جهده عالجاهز. الجهد اللي عالجاهز ده في ناس ما بتاخدوش. انت قاعد هنا وفي ناس قاعد على القهوة بره. انت قاعد هنا وفي ناس مش في دماغها طلب العلم. فالعلم اللي عالجاهز في ناس بتأثر فيه ولا لا؟ اللي عالجاهز
اللي ما فيهوش جهد، اللي مش محتاج غير ان انت تروح وتسمع. يعني جالك الاكل لغايه عندك هتاكل، بس في ناس مش عاوزه ايه تاكل. اللي مش عاوز ياكل هيروح يشتغل ويجيب اكل عشان ياكل؟ اللي جاله الاكل على الجاهز، جاله العلم ببلاش، هيروح يتعب ويبذل عشان يتعلم وهو رفض العلم الذي اتاه اليه؟ بالطبع لا. ادي سؤال عاوزك ترد علي. بيقول لك في كتبكم اللي غضب فاطمه يبقى غضب النبي، واللي غضب النبي يبقى غضب ربنا، واللي غضب ربنا يبقى في النار. متفقون؟ وفي الكتب طب وفي صحيح البخاري ومسلم ان فاطمه غضبت على مين؟ على ابي بكر وعمر. يبقى الاثنين فين؟ رد. اللي يعرف رد يرفع ايده. اقول لك بقى الرد عشان تعرف ان الامر صعب. مش ده الحل يا عم الحاج؟ ده الرد محاضرتين ثلاثة. طب بس بالراحة يا عم الحاج اسمع، احنا بندلك على خطورة الموقف، وان الامر يحتاج علما وفهما وسؤالا، وان مش كل واحد ستطلق قدامه شبهة هيروح يسأل. حاضر ان شاء الله، حاضر هنرد ان شاء الله باذن الله، هنرد على الاسئله ان شاء الله. يعني اتمنى تسمعوا، انا بس اطلق هذه الشبهه لتدركوا مدى الخطوره. مدى ايه؟ الخطوره. طيب عم الحاج قال الشبهه في غير محلها والغضب في غير محله، هنقول احنا اتكلمت، هنرد ونقول اصل المساله ان فاطمه رحلت تطلب ارثها من ابيها صلى الله عليه وسلم، من ابي بكر. أنا عاوز أورث في أبوي. قال لها أنا سمعت أبوك بيقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. عصم الله الأنبياء أن يورثوا دنيا. العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث أحمد والترمذي وأبي داود، حديث صحيح. خلاص قلت له إن فاطمة تطلب إرثها في أبيها، فرد عليها أبو بكر إنني أطبق كلام أبيك صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه وكذا بقية الأنبياء لا يورثون. رد عليك قال لك أبو بكر كذاب ونصاب، والنبي ما قالش الكلام ده. الكلام ده قالهولي في المناظرة. أبو بكر كذاب والنبي ما قالش الكلام ده، وعندي الدليل من كتاب الله. اقرأ. وورث سليمان داوودا. النبي بيقول نحن معاشر الأنبياء ايه؟ لا نورث او لا نورث. قال لك القرآن بيقول ان الأنبياء بايه؟ بيورثوا. وورث سليمان داوودا. سليمان ابن داود عليهما السلام، سليمان ورث داود بعدما مات داود. يبقى في ورث ولا مفيش؟ في. وقال الله عز وجل، كل اللي نفسك فيه والله جاي. وقال الله عز وجل عن زكريا في أول سورة مريم: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. ممكن طالب علم يرد علي نقول له شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يعارضه، وقد ورد في شرعنا ما يعارضه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا رد باطل، هذا خطأ. ليه؟ أنت بتقول إن ده شرع اللي قبلينا، ولو شرعنا أتى في نص يخالفه يبقى ما ناخدش بشرع اللي قبليه. ده باطل، لأن حديث النبي ما بيتكلمش عننا احنا بس، النبي بتاعنا بس، بيتكلم عن مين؟ عن كل الأنبياء. بيقول نحن معاشر الأنبياء، يعني أنا وكل مين؟ يبقى الآية دي تكذب الحديث من وجهة نظر الجهلة،
لان النبي بيتكلم عن نفسه ولا عن كل الانبياء؟ يبقى لما يجي وارث سليمان وداوود نبي من الانبياء والنبي بيقول للانبياء ما لا يورثوا، يبقى ده كذب، يبقى دي ما تنفعش. اتنين، هتقول له الايات تتحدث عن النبوة والعلم، وده اللي قاله اهل السنة. الآية بتتكلم عن إيه؟ وورث سليمان وداود ورث النبوة والعلم، يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة والعلم. قال لك أنت كذاب ونصاب، الآية عامة، هات لي دليل على إنها في النبوة. الآية إيه؟ عامة بتقول وورث سليمان داود، قالت النبوة والعلم ولا عامة؟ عامة. رد علي وقال لي الآية عامة، ما ذكرتش النبوة والعلم، لا دي في سورة النمل ولا أختها اللي في سورة مريم. الرد بعد ما توحد الله، الآية حتما في إرث النبوة ولا يصح أن تكون في إرث الدنيا. هتقع دلوقتي، خليها خبط دلوقتي ورسم كتفك بس ممكن تغرق عليه الصلاة والسلام. الشبهة حق. وورث سليمان داود آية تدفع الحديث، تتعارض مع الحديث اللي بيقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ردينا عليه وقلنا له ما فيش تعارض، لأن الورث اللي في الآية ورث نبوة وعلم. رد عليك قال لك ان الايه عامه ما ذكرتش نبوه وعلم، هات لي دليل على ان الايه بتتكلم في نبوه وعلم. جميل. نرد نقول ايه؟ وحد الله. الايه فيها نص صريح على انها تتكلم في النبوه والعلم. ايه هو؟ وورث سليمان داود، تخصيص سليمان بالذكر دون إخوته دليل على النبوة والعلم، لأن سليمان هو الوحيد الذي كان نبيا بعد أبيه داود. سيدنا داود اتجوز 12 كما في العهد القديم، خلاص، وال13 كانت مرات أوريا الحاسي، وليها قصة كلها ضلال في ضلال عندهم، مش ده وقته. وعنده أبناء كسر، فلو الورث ورث دنيا لما يموت داود يورث مين؟ كل ولاده. فلو خصص سليمان بالذكر يبقى نبي إيه؟ ظالم. يبقى نبي إيه؟ لو ورث دنيا وسيدنا داود مات هيورث ولاده كلهم ولا واحد؟ ولو اختص واحد من بين الجميع يبقى نبي إيه؟ والظلم محال على الأنبياء لأنهم معصومون، لا ينال عهدي الظالمين. خلاص. يبقى لو ورث داود دنيا لورث كل أبنائه، وتخصيص سليمان بالذكر ظلم من داود، وظلم الأنبياء محال لأنهم معصومون، فتخصيص سليمان بالذكر دون إخوته دليل على أن الحديث عن إرث النبوة والعلم، لأن الذي ورث النبوة والعلم من داود من أبنائه هو سليمان فقط. وصلت؟ يبقى الدليل ان ايه؟ تخصيص سليمان بالذكر وسيدنا داود ليه ابناء كتار، فاذا كان هيورث دنيا يبقى هيورث مين؟ كل عياله، ولو ما ورثش كل عياله يبقى ايه؟ نبي ايه؟ ظالم. يبقى لازم الورث هنا يكون ورث ايه؟ نبوه. ومين اللي ورث النبوه بعده؟ واحد بس، سيدنا سليمان. قال لك ماشي، عديها الناس لبعضيها، خش في اللي بعديها بقى. انت قلت تخصيص سليمان بالذكر يبقى ايه؟ نبوة وعلم. طب ايه رأيك بقى ان زكريا ما كانش عنده غير يحيى بس؟ مش احنا قلنا هنا لو ورث دنيا هيورث مين؟ كل عيال، فتخصيص سليمان بالذكر يبقى ايه؟ يبقى نبوة. قال لك طب ايه رأيك ان هو بيقول يرثني ويرث من آل يعقوب، بيتكلم عن يحيى، وسيدنا زكريا ما عندوش غير مين؟ فانت هناك دفعتها بكثرة اخواته، هنا مالوش ايه؟ فلو هيورث دنيا مين اللي هيورث؟ واحد بس.
ترد ازاي؟ وحد الله. في الآية دليل على أن الإرث إرث نبوة، وهو قول الله يرثني ويرث من آل يعقوب. من آل يعقوب؟ أجداده. من آل يعقوب؟ يعني يحيى هيورث أبوه زكريا، وهيورث مين؟ أجداده. طب ده لو ورث دنيا ينفع؟ لا. ليه؟ لأن الأب يحجب الإبن من إرث الجد. تاني ركز معايا بالراحة، أنا محمود شعبان عند ابني معاذ وأبويا شعبان مات، مين اللي يورث شعبان؟ محمود ولا معاذ؟ تاني أبويا شعبان وأنا محمود، يبقى هو جد وأنا ابن ومعاذ إيه؟ حفيد. لما يموت الجد مين اللي يورثه؟ ولاده ولا أحفاده؟ وأحفاده؟ ليه؟ الابن، الابن في وجود جميل. لا مش في دي، الوالد ما ماتش، الوالد عايش، أبويا مات وأنا عايش وابني موجود، الابن موجود لما مات الأب، الحفيد يورث؟ ليه؟ الأب يحجب الابن ويمنعه من إرث الجد. تاني يبقى معاذ ابن ما يورث أبويا وأنا موجود، مين اللي حجب ابني؟ أنا. يبقى الأب يحجب الابن ويمنعه من إرث الجد، صحيح؟ طب هو بيقول يرثني، يحيى هيورث أبوه ويرث من آل يعقوب وهيورث جده، ده ينفع لو دنيا؟ إيه اللي يمنع يحيى من ورث أجداده؟ زكريا. تاني الحفيد لا يرث الجد في وجود الابن اللي هو أبو الحفيد وابن الجد. تاني في جد وفي أب وفي حفيد، خلاص؟ الجد مات، مين يورثه؟ عم الحاج بيقول جزاه الله خيرا، هو النبي ساب حاجة؟ ساب. طب ما احنا كده احنا بنسئل النبي، النبي ساب دنيا؟ لا، مش النبي كان عايش؟ كان عايش على الصدقة؟ ولا الصدقة كانت محرمة على آل بيته؟ كان في دخل، كان في دخل. أمال إزاي النبي ترك درعه مرهونة عند يهودي؟ تركز معايا؟ توحد الله؟ هذا للنبي وليس عليه من طريقين. الطريق الأول أراد أن يرهن عند يهودي ليعلم الأمة بإباحة التعامل مع أهل الكتاب وأنه لا يحرم. اثنين اللي هي الطريق الثاني بقى، الرهن أيهما قيمته أعلى؟ أنا خدت منك 100,000 سلف ومش ضامن وقلقان مني، بتقول الشيخ محمود ده نصاب وهياخد الفلوس ويمشي ومش هيسد، فديتك بيت رهن، لازم البيت ده يكون أكتر من 100,000 ولا ممكن يكون أقل؟ أكتر. أنا ممكن أقول لك أنا هاخد منك 100,000 وخد الذهب اللي في البيت عندي بتاع عيالي رهن، والذهب ده ب20,000، يبقى نصبت عليك ولا لا؟ المفروض اللي أنا رهنه يكون أكتر من اللي أنت خدته عشان لو ما سددتش تاخد حقك. فالدرع كانت أغلى ثمنا مما أخذه رسول الله، يبقى النبي أعطى الكثير وأخذ القليل. وصلت؟ طيب، فإن قلت في آية وورث سليمان داودا كان سليمان له إخوة ولو ورثه وحده لعد نبيا ظالما، ماذا تقول في آية مريم يرثني ويرث من آل يعقوب ويحيى وحيد أبيه؟ قلنا في الآية نص على أن الإرث إرث نبوة، لأنه لا يصح أن يكون إرث دنيا. ليه؟ لقول الله
يرثني، يعني يحيى هيورث مين؟ زكريا. ده يمشي؟ آه. ويرث من آل يعقوب اللي هم أجداده، ده يمشي؟ لا. ليه؟ لأن وجود الأب يحجب الابن ويمنعه من إرث الجد. وصلت؟ يبقى لازم يكون نبوة. ايه بقى اللي عند زكريا وعند آبائه اللي هم أجداد يحيى هيتنقل ليحيى؟ النبوة. احنا بنتكلم على كلمة الورث اللي هم بيدفعوا. كلام جميل. يبقى هنا ايه؟ تمحض الدليل لإرث النبوة والعلم، وهذا يؤكده حديث أحمد والترمذي وأبي داود، العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى أول فرية خلصنا من ادعاء التعارض بين القرآن وبين الحديث الذي استدل به أبو بكر. اثنين، ما رأيك إن قلت إن أبا بكر كذاب؟ حاشا لله. ما رأيك في أن ثمانية من العشرة المبشرين بالجنة شهدوا أنهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله؟ منهم وأهمهم علي رضي الله عنه وارضاه. ليه بنقول أهمهم علي؟ لأنه مين؟ زوج ستنا فاطمة؟ هيظلمها؟ ياكل حقها؟ سمع كلام أبيها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبو بكر ولي عمر، فأتى بستة من العشرة المبشرين بالجنة معهم العباس. يبقى ستة، يضاف لهم عمر يبقوا سبعة، يضاف لهم أبو بكر اللي توفى يبقوا ثمانية. مين الستة؟ طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وعثمان وعلي. معي؟ معهم مين تاني؟ سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أشهدهم على أنهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله فقالوا اللهم نعم. أدي رقم كام؟ اثنين. رقم ثلاث، استدلال عقلي محض لا يماري فيه إلا جاهل. تدعي إن أبا بكر ظلم فاطمة إرثها، هناخدك على ادعائك ونقول ماشي. جي بعد عمر ظلم فاطمة إرثها من باب المجادلة، جي بعد عثمان ظلم فاطمة إرثها، ده كلام كنتو، كلام النصب والتدليس والجهل والظلم. طب هنسألك سؤال، جي بعديهم مين؟ الرابع مين؟ ده يبقى مين؟ اشتغل ايه؟ أمير المؤمنين، ولي أمر الأمة. إذا كانوا الثلاثة ظلموا يبقى المفروض مين ما يظلمش؟ سيدنا علي، جوزها وأبو مين؟ أبو عيالها. سؤال، هل ثبت في كتبكم أو كتبنا أن عليا رضي الله عنه وأرضاه لما ولي أمر الأمة أعاد لأبنائه إرثهم في جدهم من أمهم؟ حصل عندكم يا شيعة؟ لا. حصل عندنا يا أهل السنة؟ لا. فلكم واحد من أمرين، إما أن تبقوا على ادعائكم أن أبا بكر وعمر وعثمان ظلم ويلزم من ذلك أن يكون علي ظالما. أنتم بتقولوا كده؟ لا، ده هو الإمام الأول عندكم، يعلم ما كان وما يكون، وهو المعصوم، وهو بيده مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. وهذا كلام لا ينطبق إلا على الله عز وجل، ليس منطبقا على رسول الله. النبي لا يعلم الغيب، النبي ليس بيده مفاتيح الجنة، هو أول الناس دخولا الجنة لكن ليس بيده مفاتيح الجنة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الغيب كان بلاغا عن الله وبإعلام الله له صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لا يعلم الغيب، وما بيعتقدوا في سيدنا علي إنه يعلم الغيب ومعصوم وبيده مفاتيح الجنة والنار. السؤال،
إن ادعيتم ظلم أبي بكر وعمر وعثمان يلزم من ذلك أن عليا تابعهم على ظلمهم، يبقى علي ظالم، يبقى سقطت إمامته لأنكم تستدلون بقول الله لا ينال عهد الظالمين على إسقاط إمامة أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم ظلموا فاطمة. ينطلي هذا عليكم. يبقى إما أن علي تابعهم في ظلمهم، وإن صح تسقط إمامته، حاشا لله، نحن لا نقول هذا، إنما ده جدال مع أهل الظلم، تسقط إمامته ويسقط معتقدكم القائم على الأئمة الاثناشر اللي لازم الإمام يكون ابن إمام، والإمام الأول سيدنا علي، فإذا سقطت إمامته يبقى سقط الايه؟ الحداشر اللي هم تكملة الاثناشر. تقولون ذلك؟ لا، احنا بنقول ده؟ لا، سيدنا علي إمام عادل، وكان رابع العادلين بعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان على عدل وتابعهم علي في عدله. ما هو يهم صح ومش وراهم، يهم غلط ومش وراهم. إذا كانوا غلط ومش وراهم يبقى سقطت إمامته، وإنتوا ما بتقولوش كده، يبقى مش فاضل غير إيه؟ إن هم صح عدول وهو تابعهم في إيه؟ في عدلهم. قال لك لا، إيه يا أبو جاه؟ قال لك هم ظلمة وهو ما أعاد الحق لسببين. هو شايف ان هم ظلموا اولاده ليهم حق، بس ما رجعش الحق لسببين. الاول تقيه وخوفا من ابي بكر وعمر وعثمان. قلنا يا ابو جهل، هو ابو بكر وعمر وعثمان فين؟ رد، ماتوا. كيف يكون خائفا ممن قبروا؟ التقيه دي تظهر خلاف ما تبطن خوفا من شر احد. طب فين وهم ماتوا؟ طب شغال ايه سيدنا علي في التوقيت ده؟ اكبر راس في الام، امير المؤمنين، واجمعت الامه على ولايته بكل طوائفه، مفيش خلاف في سيدنا علي. طيب عاوز ايه؟ هيخاف من مين؟ هيخاف من اموات؟ وهو ايه؟ الرئيس. هو الايه؟ الرئيس. الثاني قال لك تنازل علي عن الحق كما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عن بيته. نقول لك إن صح ما تقول هو قياس مع الفارق. إن ده بتنازل عن إيه؟ حقه. هو من حق سيدنا علي يتنازل عن حق غيره؟ مش من حقه. معايا ولا مش معايا؟ سيدنا النبي تنازل عن ايه؟ ان صح النبي تنازل عن ايه؟ مين اللي من حقه يتنازل؟ صاحب الحق، مش سيدنا علي. طب ينفع سيدنا علي يتنازل بالنيابة عن غيره؟ لا، الراجل ده اعتدي عليه. وانا جيت كده قلت انا عفيت، يقول لما انت شيخ حشر صحيح، انت مالك يا جدع وانت تعفو ليه؟ انت اللي اعتدي عليك ولا لا؟ مين اللي من حقه يعفو؟ هو صاحب الحق. انا جيت قلت انا عفيت، تقول علي شيخ حشري، مش من حقه. مين اللي يعفو؟ صاحب الحق. هل من حق سيدنا علي ان يعفو عن حق ليس له، ولا صاحب الحق هو اللي يعفو؟ يبقى لزم من ذلك ان عليا تابع ابا بكر وعمر وعثمان في عدل وتطبيق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ ثلاثة، هل كل غضب لفاطمة يدخل النار؟ ده اللي أشار إليه عم الحاج، ولا الغضب الذي تكون فيه على حق ومظلومة غضبها على الظالم يدخله النار؟ كل غضب ولا غضب مخصوص اللي تكون فيه ايه؟ على حق. السؤال، هو ستنا فاطمة معصومة؟
رد علي صوتك. اللي بيخاف مرات واحد الله. لا رجالة. عليه الصلاة والسلام. في واحد قال مرتين شكله متجوز اتنين. ستنا فاطمة معصومة؟ طب سيدنا أبو بكر معصوم؟ يعني ممكن يغلط؟ ممكن؟ طب ممكن ستنا فاطمة تغلط؟ آه. السؤال ده ليه يعمل حاجة؟ أهو أنا مش بسأل السؤال اعتباطا، وراه حاجة. علة السؤال ده إيه؟ أن الشيعة يعتقدون عصمة الأئمة الاثني عشر، سيدنا علي، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، سيدنا علي، لغاية كام؟ الاثناشر. يعتقدون أن الأئمة إيه؟ معصومون. فأنا بقول لك معتقدنا خلاف إيه؟ معتقدهم. عندنا إحنا المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الخطأ، وماتت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لأن هم بيدعوا أن فاطمة معصومة لا تخطئ. إحنا بنقول لهم لا، فاطمة مش معصومة، وما نجيش في الجدال نقول ده أبو بكر اللي معصوم. لا، مش هنضلل، لا فاطمة معصومة ولا أبو بكر. طب الدليل؟ مش أول ما ولي الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. صح؟ يبقى محتمل ولا مش محتمل؟ محتمل. إنما هم أطهر خلق الله وأفضل خلق الله بعد الأنبياء، وهم أعظم جيل رأته الأرض، لم ولن ترى الأرض جيلا مثل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. واعلم أنه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار الله، فإن الصحابة اختيار الله، اختارهم لصحبة نبيه ولرفعة راية دينه وبلاغه. طيب فاطمة معصومة؟ لا. طب أبو بكر معصوم؟ لا. خلاص؟ طيب سؤال، ممكن فاطمة ترى شيئا ليس صوابا؟ ممكن أبو بكر؟ طب الخلاف الذي حدث بينهما كان الحق مع من؟ ندين الله أن الحق كان مع أبي بكر. كلام جميل؟ ولا نسيء لفاطمة رضوان الله عليها، فهي عندنا نحن أهل السنة سيدة نساء العالمين، هي وأمها خديجة ومريم وآسية، مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى فاطمة أفضل من عائشة، يبقى خديجة أفضل من عائشة، بس بعد الأربعة دول بعدهم أفضل امرأة مين؟ عائشة رضوان الله عن الجميع. طب ما مرتبة فاطمة؟ صديقة. الدليل قال الله في مريم قرينتها في الفضل، مش النبي قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع؟ فالمرتبة بتاعت الأربعة إيه؟ واحدة. طب ربنا قال إيه في مريم؟ وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يبقى إذا كانت مريم صديقة يبقى الأربعة إيه؟ صديقات. طب والصديق تحت النبي وفوق الشهيد. الدليل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين انزل شوية، والصديقين انزل شوية، والشهداء. يبقى الصديق فين؟ فوق الشهيد
وتحت النبي، وابو بكر كان ايه؟ صديق. مرتبته تحت النبي وفوق الشهداء. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا قلتم ان فاطمه صديقه يبقى ابو بكر ايه؟ طب هي مش معصومه وبرضه ابو بكر؟ يبقى ان حدث خلاف نبحث المساله لنرى الحق مع من؟ ندين الله ان الحق كان مع ابي بكر للادله الثلاثه السابقه. ونضيف دليلا رابعا من كتب الشيعه. نقول للشيعه: هل كل غضب لفاطمه يدخل النار؟ الاجابه عندنا لا، انما الغضب التي تكون فيه على حق، ومن غضبت عليه على باطل. قالوا لا، كل غضب يدخل النار. قلنا: اخطاتم، ولو كان كلامكم صوابا لكان علي في النار، لان فاطمه من كتبكم غضبت على علي ثلاثا، منهم مره عند البخاري. يبقى لو الكلام صح ان كل غضب لفاطمه يدخل النار، يبقى مين في النار؟ واحنا عندنا هو من اهل الايه؟ رابع العشره المبشرين بالجنه. خلاص؟ وعندكم غير مقبول لانه امام معصوم، ده حتى مش هيخش الجنه، ده مفاتيح الجنه فين؟ فتبقى مفاتيح الجنه فين؟ يخش هو النار؟ ده عندكم انتوا، عند الشيعه يعني، مش انتوا اللي قاعدين، انا بكلم الشيعه، خليكم كويسين. خلاص؟ يبقى ما ينفعش. الدليل في كتبكم وفي صحيح البخاري: خطب علي ابنه ابي جهل، فأتت فاطمة مغضبة على علي، غاضبة على علي، للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له إيه؟ يقولون إنك لا تغضب لبناتك. قال: وما زاد؟ قالت: فهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. ده علي رضي الله عنه وارضاه، عاوز يتجوز بنت أبو جهل. هما خطبوا ليها يعني، عاوزين يتشرفوا بسيدنا علي وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب بنت أبو جهل دي مسلمة؟ آه، لقول الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يبقى كونوا خطبة يبقى كانت إيه؟ مسلمة. فصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها، يغضبني ما يغضبها، ألا إن أراد علي أن يتزوج ابنة أبي جهل فليطلق ابنتي، ألا لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد وتحت إمرة رجل واحد، ألا إني أخشى على ابنة الفتنة. توحد الله؟ لا إله إلا الله. إني أخشى على ابنة الفتنة، دي دليل إنها مش معصومة، لأن لو كانت معصومة إيه؟ مش هتفتن، ما يخافش عليها الفتنة. يبقى دي جت كده واحنا ماشيين في الطريق، إن ده دليل إنها مش إيه؟ مش معصومة. يبقى غضبت فاطمة على سيدنا علي. طب سيدنا علي أخطأ؟ أنت لو جيت تتجوز على مراتك تبقى أخطأ؟ دي اشمعنى دي ما رضيتوش؟ قولي قولي ده كلام يعني، قول لها كلام، الشيخ بيتكلم كلام يعني، تبقى أخطأ؟ ما تقول يا جادة، ده بيشاور أخرس، خايف لا تسمع. الناس اللي كان صوتها عالي وطي. تبقى اخطأ؟ زعق زي ما انا بزعق، تبقى اخطأ؟ الله اكبر. لا، فسيدنا علي ما غلطش، ما غلطش. يبقى غضب ستنا فاطمه مش في محل. قال لك: بس لو مش في محل، امال النبي كان يطلع يقول عاوز يتجوز بنت ابو جهل يطلق بنت؟ بعدين يا عم الشيخ انت كده عملت لنا مشكله،
يعني انا لما اجي اتجوز مراتي تطلب الطلاق ينفع يحل لها؟ لا. طب لازم استاذن مراتي لما اجي اتجوز؟ لا. طب ما ممكن مراتي تستدل بالحديث ده تقول لك اهو النبي قال عاوز يتجوز بنت ابو جهل يطلق مين؟ بنتي. وبنت ما تجتمعش مع بنت ابو جهل في بيت واحد. ومراتك تقول لك ما اجتمعش مع ضره في بيت واحد. الرد ايه؟ توحد الله. هتقول خصوصيه لبنت النبي؟ خطا. خصوصيه للنبي؟ خطا. امال ايه؟ المشكله مش في ان سيدنا علي اتجوز او هيخطب او هيتجوز، المشكله انه هيتجوز مين، مش انه هيتجوز، هيتجوز مين؟ بنت ابو جهل. مين ابو جهل؟ فرعون هذه الامه، رئيس مجلس اداره جهنم، كبير بتاع القعده هناك. صح صح. ألا لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد تحت إمرة رجل واحد؟ إني أخشى على ابنات الفتن. كيف تبتلى بنت رسول الله أن ترى نفسها على قدم المساواة مع بنت عدو الله الذي آذى رسول الله 15 عاما، لدرجة أن مرة من المرات التي دفعت الأذى عن أبيها رسول الله هي فاطمة؟ إزاي تشوف نفسها مع بنت عدو الله في بيت واحد؟ ابتلاء شديد. بعد حرب للنبي 15 سنة، 13 سنة في مكة، واتنين فين؟ لأنه مات فين؟ في غزوة بدر. سنة كام؟ 2 هجرية، يبقى 2 و13 15. كان فاضل عن 15 سنة يخلصوا 3 شهور. يبقى الحكمة مش في إن سيدنا علي هيتجوز، إنه هيتجوز بنت أبي جهل. يعني معنى كده إن أنا مش لازم أستأذن زوجتي؟ آه. مش من حق زوجتي لو تزوجت وعدلت وفيها اتقيت الله عز وجل مش من حقها تطلب الطلاق؟ آه. الدليل: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها دونما بأس فالجنة عليها. طب أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها دونما بأس، من غير مشاكل ومن غير شر يعني، فالجنة عليها حرام. طب الزوجة الثانية بأس؟ لا. البأس ظلم، قهر، جبروت، أكل حقوق، سوء خلق ومعاملة زي الطين، ده البأس. بغض مستحكم، ده البأس. إنما الراجل اتجوز وبيتقي الله فيك، من حقك تطلب الطلاق؟ لا. طب فرض عليك تستأذن زوجتك لما تيجي تتجوز؟ لا. طب يجوز تتزوج دون إعلام امرأتك؟ يجوز؟ يعني ده أسئلة، يعني مش واقع، ده أسئلة بس. النسوان تحت ولا فوق؟ قدام باب الجامعة. أصل كل ما أروح جامعة يقولوا النسوان فوق. نفسي مرة حد يقول النسوان تحت. هم تحت، عندنا هنا تحت، بس أقول لك على باب الجامعة. أدب، اتعلمت الأدب. ماشي. عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أتزوج دون إعلام امرأتي؟ نعم. طيب سؤال، ممكن أكذب على زوجتي؟ لا. عاوز تتجوز اتجوز، بس التعدد لمين؟ للرجاله. لمين؟ علي صوتك قوي، سمعها. للرجاله، لا للرجاله، عشان مراتك تطمن. ولا الراجل بيقول للرجاله؟ رجل تدير بيتين وثلاثة، وتنفق على بيتين وثلاثة، وتعدل بين بيتين وثلاثة، وتتقي الله في زوجتين وثلاثة، وتتحمل مشاكل 2 و3 و4، تبقى راجل تقيم بيوتك
على كتاب الله وسنة رسوله، لا تمل لواحدة على حساب الأخرى، لا تمل لأبناء واحدة على حساب أبناء الأخرى، لا تكن كريما مع واحدة وبخيلا مع أخرى، تبقى راجل. هي دي الرجولة مش البلطجة، ان انت تتقي الله وتدي كل واحدة حقها، ما تظلمش. يبقى التعدد للرجال، وقلنا معنى الرجولة: ويحل لك أن تتزوج دون إذن امرأتك أو دون علمها، لكن يحل لك أن تكذب عليها. هتسألك أنت فين في التليفون وانت عند التانية، هتقول لها ايه؟ الراجل صاحب الشغل منه لله جت سفرية لإسكندرية بعده، وعلى فكرة الأسبوع الجاي موديني أسوان، شكله بينرفزني عشان يرفدني من الشغل، وأنا لازم أستحمل عشانك أنت والعيال. الكلام ده يجوز شرعا؟ لا، كذب. فراجل اتجوز هتجبن وتكذب؟ لا تتزوج. التعدد لمين؟ للرجال الذين يخافون الكبير المتعال. طب ازاي يا عم الشيخ بتقول الكذب حرام مع ان النبي في صحيح مسلم ورد عن ما سمعنا بالكذب يرخص به الا في ثلاث: الحرب، الصلح بين الناس، حديث الرجل اهله، يعني كلام الراجل مع زوجته. ده تعارض؟ لا. الكذب حرام ويتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان لغة التصديق. قال الله: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. والنبي سئل صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه بسند مرسل وصله ابن عبد البر في التمهيد: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. في مؤمن جبان؟ فيه؟ فيه يبقى ماشي مع امراته الكلب هوا ويزقع الكلب ويجري؟ فيه. أيكون المؤمن بخيلا؟ فيه بيحط ايده في جيبه يطلع العشرة جنيه بتلزق؟ ايده مش العشرة جنيه. فيه؟ فيه. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. أمال ايه الكذب المباح مع الزوجة؟ في المشاعر والحب فقط. يعني مراتك ام احمد بتقول لك بتحبني يا ابو احمد، انت مش طايقها، تقول لها ده سؤال تسأليه ام احمد؟ ده انت لما بتخرجي من الباب بتاخدي قلبي معاك وانت بتقول اله لا يرجعك. كل اللي ضحك يبقى عنده دم. يجوز الكذب على الزوجة في باب المشاعر فقط بس. مش كنت عند التانية تقول لها انا في الشغل؟ لا. مش معاك فلوس تقول لها معيش؟ لا. مش عملت كذا تقول ما عملتش؟ لا. الكذب في حاجة واحدة بس، اللي هي ايه؟ تصلح البيت. مراتك تقول لها، تقول لك بتحبيني؟ قول لها بحبك. ما بتحبهاش؟ قول لها بحبك. كذب؟ اكذب. افضل قول لها بحبك لغايه ما تحبها بجد. وانتي قولي لجوزك بحبك لغايه ما تحبيه بجد، لانه حلالك. ودي طاقه نفسيه، مشاعر. لو ما طلعتش في الحلال تطلع في الحرام، واحنا عاوزينها تطلع فين؟ قول لمراتك بحبك. تعرف تقول كلمه طيبه لمراتك؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. تقولها لمين؟ لأي حد. طب ومراتك؟ صدقة. ما ترد يا جدع، كلمة طيبة الواحد في الشارع صدقة. وزوجتك كلمة طيبة صدقة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. طب ومراتك لو تبسمت في وشها صدقة؟ ها؟ قول يا جدع، امال مكشرين في البيت ليه؟ صدقة. تعرف تخش السلام عليكم، ازيك يا حبيبة قلبي؟ كله ضحك. الشيخ دخل على حاجات وحشة. ده دين.
كده هيعدوك الستات. ايه هيعدوك؟ احنا بنصلح اهو بقى هنروح. لازم نصلح عشان نروح. لا والله ده دين. مين فيكم في شغله اتاخر يفكر كده يرفع سماعه التليفون لو مراته عيانه ولا مش عيانه يقول لها ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ اول ما تعمل كده هتبص في التليفون، لا شكل حد بيعاكس، لا النمره غلط، اتاكدت طلعت انت جوزها. استرها يا رب، عملت ايه؟ اكيد وراك حاجه، طالما بتقول لي كده تبقى عملت حاجه. لا اقول لها سمعت درس علم علمني ازاي احبك، علمني ازاي اتقي الله فيك. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ وحشتيني. انا في اخوه عامله خط مفتوح ساعتين ونص، مش عارف بجنيه ونص ولا باتنين جنيه في اليوم، يتصل بالشغل ويتصل بيمين ويتصل بشماله وفي الهيفة وفي اللي مش هيفة ويتصل، الماتش عمل ايه؟ الماتش عمل ايه؟ كم كم دلوقتي؟ اما النتيجة تيجي تابعني، والخطاب بتاع الرئيس عمل ايه؟ والمش وبعدين بقى في فترة فاضي فيها، طب ما تتصل بمراتك تطمن عليها. يا راجل ايه في ايه يا راجل؟ ايه الشتيمة دي ولا ايه؟ نفض نفض ايه السجادة؟ ايه يا عم؟ حرام. تتصل بزوجتك تقول لها كلمة طيبة تدخل السرور عليها، حرام. هتاخد ثواب؟ هتعيش سعيد؟ هتسعد زوجتك؟ هتسعد ولادك؟ هتاخد منها عنيها؟ هتاخد منها ايه؟ بالكلمة الطيبة. شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، إنك مهما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجك لك بها صدقة. اللقمة اللي تحطها في بق مراتك بتاخد بها إيه؟ مين فيكم بيأكل مراته في بقها؟ الله، الشيخ ده مش من هنا ولا إيه؟ مين فيكم بيأكل زوجته في بقها؟ أهو واحد، وأنا والله. اتنين، يقول لك أكلها بإيه؟ بإيدك. ولاكل بإيه؟ إن اللي من اللي رجعون، تعال كلني أعمل حاجة. راجل قاعد بياكل مع مراته بيقول لها ما أشهى الطعام لولا الزحام، فبتقول له وأي زحام وما هو إلا أنا وأنت؟ قال كنت أريد أن أنفرد بالطعام. ومروح عند أبوك. إن اللي من اللي رجعون. يا عم مش عاوز تطفح حتى اللقمة. يقول ابن حجر اتعلموا دينكم، والله العظيم ديننا دين السعادة ودين الراحة، بس للي يفهم. يقول ابن حجر تعليقا على هذا المقطع في الحديث بيقول ايه، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام على أن أقل الحظوظ الدنيوية إن قصد به وجها صحيحا أجرت عليه أجرا عظيما، فإن الرجل لا يطعم امرأته في فمها إلا عند الملاعبة والمداعبة والملاطفة. أنت بتأكل مراتك إمتى؟ لما تبقى الغزالة إيه؟ رايقة. ربنا يروق غزالتكم يا رب. قول أمين. الحريم تحت بيقولوا أمين، جابت السقف. انت بتاكل مراتك في بقها لما تبقى الدنيا ايه؟ رايقه، على سبيل المداعبه والملاطفه. ابن حجر بيقول لك النبي بيقول لك كده صلى الله عليه وسلم عشان يعرفك ان ملاعبه ومداعبه وملاطفه زوجتك هتاخد عليها ايه؟ ثواب. هتاخد عليها ايه؟ ثواب. بضحك مع زوجتي، بضحكها، بداعبها، بلاطفها، بفسحها، بخرجها، بخرج عيالي، باخد ثواب. بشتغل عشان اصرف على مراتي وعيالي، باخد ثواب. بشتغل عشان اصرف على ابويا وامي، باخد ثواب. بشتغل عشان اوسع على عيالي، من شقه ضيقه لشقه واسعه او من شقه البيت، باخد ثواب. ده معناه ان انت تقدم على عملك بجد وحب. ليه؟ لانك تاخذ اجرين، اجر دنيا فلوس، وأجر آخرة
حسنات إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة، لأنني على موعد في قناة في مسجد الخليل إبراهيم في سلسلة التربية، نكمل إن شاء الله في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.